بسم الله. عندنا البارجو، خديت الفلفله قطعتها دواور، بصله حتى هي قطعتها دواور، خيزو بطاطا سلقتهم نص سلقه حتى هما قطعتهم دواور، مطيشه هذه عند حتى هي للتزيين، هذه نطحنوها مع ليقامه باش نديروا لاصوص، مع تقريبا معلقه كبيره ديال الصوص طوماط ديال الحك. عندي العطريه نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال سكنجبير، الحار على حسب الذوق، اللي تيبغي الحار يديرو، ما تيبغيش ما يديروش. معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكمون، الملح على حسب الذوق. عندي تقريبا شي 3 المعالق كبار ديال القزبر ومعدنوس، وزدنا تقريبا شي 4 الفصوص ديال الثومه، غنطحنهم هادشي كامل، غنطحنهم كامل. نديرو معاه قليل من الماء، تقريبا شي 3 المعالق ديال الماء باش يطحن لينا اللقامه. غنطحنو اللقامه ونرجع لكم ان شاء الله. دابا اول حاجه نشرملو الحوت باللقامه اللي طحنا، نجرحو الحوته باش تدخل لها اللقامه لداخل، غير جرحه بسيطه. ندخلو العطريه في الحوت، هاد البارجو تيجي حتى في القليان زوين. بغيت نجربو في الطاوة مع الخضرة، ومن الأحسن تيكون في الفران تيكون صحي. دابا هاد اللقامة احنا قدينا الحوت، دابا نمشيو نقدو لاصوص اللي نقدو بها الخضرة ان شاء الله. ناخدو مطيشة، خديت غير جوج مطيشات لأن الكمية صغيرة، إلا كانت عندكم كمية كبيرة ديال الخضرة وديال الحوت تزيدو المطيشة على حسب الكمية اللي عندكم. اللقامه اللي بقات لينا هي اللي نزيدو عليها مطيشه، نزيد المعلقه ديال صوص الطوماط، ونطحن كلشي باش نستف في اللاطه ديالي. ها هي اللاصوص ديالنا وجدات مقاده، نزيدو له واحد 3 المعالق كبار ديال زيت العود باش نشرملو بها الخضره ونشرملو بها كلشي. نجيبو اللاطا ديالنا، اول حاجه نديرو البصله نفرشوها من التحت لان حتى هي تتاخذ الوقت ديال الطياب. عاود نستفو خيزو، راه خيزو مسلوق من السلقه، الا كان عندكم الوقت ممكن تخليوه خضر، انا الوقت دركني درت له نص سلقه. نتبعوها بالبطاطا حتى هي راه سلقتها نص سلقه، نجيب الحوتات ديالي نستفهم. ندور ليها الفلفل،
باش اي نوع الخضره اللي تتحبوها ممكن تزيدوها، اي حاجه اللي موفره عندكم في الدار شنو ما كان عندكم. دابا نزوقوا بالمطيشه. عندنا هاد نص حامضه حتى نزيدوها. دابا نسقيو باللاصوص، نحاولوا نفرقوا جميع الزوايا لان لاصوص هي اللي فيها العطريه وفيها الملحه. نكونوا سخنا الفران ديالنا على 180 درجة، نخليوه حتى يسخن الفران مزيان، نغطيوه بورق غذائي ونديرو له طب ونغطيوه مزيان ونخليوه حتى يتحمر ويطيب وتكون الطاوة ديالنا وجدات.